السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معانا في فيديو جديد من دورة تعلم كيف تتعلم. في البداية ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا العقل البشري فيه إمكانيات وقدرات خارقة جدا، ممكن تخلينا نتعلم ونقدر نتعلم أي شيء حبينا نتعلمه. في البداية الخلايا المخ أو اسمها الخلية العصبية، عندنا عقل الإنسان فيه 100 مليار خلية عصبية، كل خلية عصبية من دول بتمثل إما فكرة أو إحساس أو شعور أو أي شيء كائن. كل مرة بنتعلم فيها حاجة جديدة بتتخلق خلية عصبية جديدة أو بيتم تقوية خلية عصبية قديمة، فتخيل إنك كل ما بتتعلم حاجة جديدة في خلايا عصبية جوه مخك بتتكون أو بيتم تقوية خلية تانية قديمة. طيب على افتراض إن المخ البشري فيه 100 مليار خلية عصبية وكل خلية عصبية واحدة فيها من 5000 ل 40000 وصلة، ده معناه ان العقل البشري فيه الامكانيات والقدرات اللي تأهله انه يتعلم اي شيء كائن، وانه قادر على التعليم والتغيير. مع ان المعلومات دي بتنطبق على كل البشر، الا ان كل واحد له طريقته في التعلم والطريقة اللي بيفضلها في استقبال المعلومات، وده ناتج لاختلاف. اول اختلاف عندنا هو الاختلاف الداخلي نتيجة للتغير في الجينات، والاختلاف الثاني هو اختلاف خارجي نتيجة للتجارب والممارسات اللي بيمر فيها الإنسان على مدار حياته. ونشوفكم إن شاء الله فيديو جديد من فيديوهات دورة تعلم كيف تتعلم.